شو هي الفريتاتا الإيطالية؟ بنعرف أكثر مع شادي برشة ملح. أحبائي صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. وشو هي الفريتاتا؟ قبل الفريتاتا بدي أذكركم اليوم كل نهار وكمان رولا بعدين ذكريهم كمان أن الشيف شادي اليوم والإكيب التن أوفر تن العشرة على عشرة موجودين بالجاردن شو والسبرينج فيستيفال الساعة 5:30 بعد الظهر. بتعرفي محل ما بيركض الخيل اللي ببيروت؟ صح. انت نازلة على المطار على ايدك اليمين او تقريباً. ايه بعد المتحف انت بعدين بتضلك كافيه صوب محل مزبوط. ما بتعملي هي هل نعمل شو اسمه السجل العدلي؟ مزبوط هوني تمرقي من قدام وهيك بتضلين كافيه على قدام بعدين على اليمين بتلاقوا هيك الساحة الكبيرة موجودين هونيك من الساعة 5:30 رح كمان نطبخ سوا ونحكي كثير اشياء فناطركم كلكم سوا. اما الفريتاتا عنوان هالخمس دقائق او هالعشر دقائق لانه الخمسة هلا وخمسة بعدين اللي هي كثير صعبة العجة كل العالم بيعرفوا يعملوا العجة نحن بنعملها بطريقتنا ومنسميها عجة هن التليين سرائين حلوة حلوة هي سرائين اخذينها منا انت ما فيك اوكي طيب لك نحن لا سرقين بمعنى انه مزح سرقوها منا اخذوها من سيسيلي ورجعوا طلعت على سردينيا وبعدين راحت على روما ميلانو وبعدين راحت على فينيسيا وصارت كثير مشهوره هالعجه وبيحطوا فيها اشياء كثير نحن الباس تبعولها هو طحين وبيض طحين وبيض انا عندي هون 8 بيضات حطيتهم الثمانيه طلعوا كيف كل 4 بيضات بدهم ملعقتين كبار من الطحين يعني انا بيجي هون هيدي ملعقه وهيدي كمان 2 وهيدي كمان 3 وهيدي كمان 4 يعني كل 4 بدهم 2 كل 4 بدهم 2 كل 2 بدهم ملعقه كل 6 بدهم ملعقه او 3 ملاعق ما هيك وهيك بتعملوا الحسابات بتحركوه مزبوط تيصير عندنا اوكي هالخلطه الحلوه مزبوط كمان بناخذهم كلهم سوا وبنحط بقلبها هالعجه طلعوا كمان بنخلطهم بنخليهم يفوتوا المواد كلها ببعضها طلعوا كيف مزبوط طريقة كمان كتير حلوة ومنروح هلا على الاغراض لكم هون شو عندي فلفل اخضر بقدونس بندورة هون فلفل اخضر بقدونس وين هون نعنع هون زعتر هون بندورة هون توم هون وبصل هون كلهم سوا طلعوا كيف بقلب هل البيض والطحين ودغري على ملح طلعوا كيف ما حطينا ملح وهلا منروح على شيء اسمه زيت زيتون ملعقتين هاي ملعقه وهيدي 2 من زيت الزيتون بقلبها فلفل كمان اسود يا شيف شادي سكرها مزبوط اوكي فلفل الاسود وبعدين بتحطوا اي شيء حابين تطعموا فيها الفريتاتا او هالعجه ومنحرك طلعوا هلا اول شغله فينا نعملها بالفرن يعني فينا نحطها هلا بقلب صينيه رح انا هلا احطها بعد شوي مدهونه بالزيت فينا نحطها بالمقلي بس اذا بدنا نعملها بالمقلي بدكم تنتبهوا دائما انه المقلي ما تكون لا مش انه ما تكون بدي اقوله انا انه احسبوا المقلي كنا مستعملينها لاشياء ثانيه قبل وبعد فيها اثار من المي بقلبها او اثار من ريحه الشغله اللي عملناها فيها قبل مثلا قلينا فيها بيض عملنا فيها فيليه بدكم اياه شو بنعمل؟ بنحط فيها تطلعوا بنحط فيها ملح شوي صغيره ومنحطها على النار هالملح شو بيعمل بيشرب المي او الرواسب الموجوده بقلب المقلي شو بنعمل نحن قبل ما نبلش نعمل الفريتاتا تبعيتنا بنشيل الملح كلهم سوا طلعوا كيف بنكب الملحات كلهم سوا كلهم انتبهوا على ايديكم لانه بيكونوا كتير سخنين وبعدين بنجي بنحط الزيت على المقلي وهلا بننزل الفريتاتا تبعيتنا بقلب المقلي كما انه هون على الصينية نفس الموضوع بالصينية ما عندنا مشكلة فهلا رح اسكب شوي بالصينية ورح اسكب كمان شوي بالمقلي وبنرجع لعند رولا واخبار كارلا الصحية اكيد بعد شوي على المطبخ وهلا وصلنا لفقرة خفيف نضيف وكارا رح يكون عندها ضيف رح تعرفنا عنها اكثر ورح نحكي عن تغذية الاطفال الصغار بحالة الطوارئ صباح الخير
كيفك اليوم؟ ماشي الحال وصباح الخير لليندا. وبدنا نشكرها موجودة معنا اليوم لأنه رح نحكي بتفصيل ممل إذا فينا نقول قد ما عطانا الوقت عن غذاء الأطفال الرضع بحالة الطوارئ وتحديدا خاصة بموضوع اللاجئين السوريين. ليندا منعرف عنا رولا ليندا بربيري حضرتها مديرة البرامج بالجمعية المسيحية الأرثوذكسية IOCC وليندا عندها خبرة كتير كبيرة بتغذية الأطفال الرضع بحالات الطوارئ وهلأ بدها تلفت لنا نظرنا على أمور كتير خطيرة عم بتصير وبدنا نوجه اليوم رسالة للجميع اللي عم بيسمعونا القيمين على موضوع الإعانات والإغاثات كيف فيهم يحموا الأطفال الرضع. أول شيء ليندا شو المشاكل اللي عم بتصادفوها على الأرض بالنسبة للأطفال الرضع؟ نعم أول شيء مرسي كتير كارلا لأنه استضافتينا. هيدا موضوع كتير كتير مهم. المشاكل اللي عم نشوفها هلأ على الأرض هي تعنى بالأطفال اللي هن تحت السنتين من صفر لسنتين يلي هن عم بيكون عندهم مشاكل تغذية. يعني الأطفال تحت الست شهور ما عم يشربوا حليب أمهم، ما عم يرضعوا، منهم عم يرضعوا، عم ينعطوا حليب يلي هو يمكن مش حليب أغذية مش معروف شو هي للأسف. نحن هون حتى نضوي على موضوع يلي هي أهمية الرضاعة بحالات الطوارئ ومش بس أكيد هلأ الرضاعة هي ككل كتير مهمة ولكن بدنا نضوي أنه الرضاعة بحالات الطوارئ عن جد هي ممكن أنه تخلي الطفل يعيش ممكن أنه نخلصه من الوفاة يعني لحد هالقد. ففي كتير قصص فينا نعملها، في خطوات فينا نعملها لحتى نساعد الأطفال بين صفر وسنتين لحتى تكون تغذيتهم سليمة وعلى القليل نحميهم من خطر مزبوط الوفاة. مزبوط لأن إذا ممكن بس لأنه عم نحكي نحن على أول ألف يوم بحياة الطفل. هالألف يوم هيدا منسميه نحن شباك الفرص. شباك الفرص يلي عن جد إذا سكر يعني نحن ما بيكون عنا فرصة تانية لحتى هالطفل يكبر ويكون عن جد صحته منيحة، مش بس صحته الجسدية، صحته النفسية. كل الدراسات بيّنت أنه هالألف يوم يلي حتى ببلشوا وقت اللي الطفل بيكون ببطن أمه مزبوط ممكن أنه إذا ما عطينا التغذية السليمة وحتى يكون عنده يعني حتى الرعاية الصحية السليمة هالشي هيدا بده يتأثر لبعدين حتى بالأجيال. يعني هلأ بنشوف كتير أمراض بيكون سببها التغذية اللي هي أول مزبوط أول ألف مزبوط صح. ليندا بس السؤال اللي عم نتسأله كلنا أنه هلأ نحن بنعرف في قوانين، أول شيء قوانين عالمية وقوانين بلبنان بشأن التوزيع الأطعمة والحليب صح. الخاص بالأطفال، بس بسرعة قليل شو هي هالقوانين وهل عم تطبق؟ نعم هلأ نحن بلبنان أول شيء انترناشنلي عالميا في مدونة يلي هي اسمها مدونة دولية لحماية الأطفال من تسويق الأغذية الرضع وصغار الأطفال. وهيدي المدونة هي تعنى من أنه ما ينعمل تسويق ابدا لاغذيه الرضع وصغار الاطفال. التسويق بيصير ان كان من خلال شاشات التلفاز، ان كان من خلال التوزيع المجاني بالمستشفيات او حتى بحاله الطوارئ. هلا اللي عم بيصير للاسف انه عم بيتم في توزيع، هلا نحن عم نجرب قد ما فينا انه نحد منه لهذا التوزيع، ولكن عم بيتم في توزيع اوقات لبدائل الحليب رح نسميهم او الاغذيه المصنعه بلبنان. بس خليني اقطعك شوي لأن هلا الناس دغري بدها تفكر طب ليش ما بدك نوزع، عم نحكي بحالات الطوارئ ليش ما بدك توزعي حليب للأطفال الرضع بحالات الطوارئ؟ خلينا نفسر شو بيصير وقت نوزع الحليب. سيمبلي لأنه خطر هو بيعرض الأطفال للوفاة. أوكي نحن بحالة طوارئ الأم ما عندها مي ما عندها حتى يعني ما عندها شيء تقدر هي تأمن أو تحضر الحليب. مش بس يعني. مزبوط مش بس هيك حتى كمان لأنه حليب الأم والرضاعة هي بتحمي الطفل بتحميه بتعطيه المناعة بتعطيه سيكوريتي حتى الأمان عند الأم وحتى هو
هو متوفر صح يعني هن عم يركضوا من سوريا لهون. اذا الام ما عندها حليب او ما عم بترضع, رح نحكي شوي هلا على انه اذا ما عندها حليب او لا, بس اذا هي عم بترضع يعني منا فيها الغذاء مزبوط. يعني موجود. في عندنا امن غذائي, الفود سكيورتي قد ايه عم نحكي عن الامن الغذائي. الرضاعه هي تؤمن الامن الغذائي للطفل وبتحميله تحميل الحياه. نعم. وبمجرد انه نحن وزعنا حليب لهالاطفال, الام تلقائيا رح توقف الرضاعه وتعطي حليب. اوكي ما هي يس هلا يا اما هو بتقدر تعطي حليب اذا كان كمان يلا هي كمان صحيا مش مرتاحه. يلا جاوبي انت ما عندنا وقت كثير, بس بليز جاوبي لان كل الناس بيفكروا انه الام فيها ترضع. نعم. وهالشيء بس لحظه على النقطه اللي قبل, انه الخطر اول شيء لانه ممكن هي توقف رضاعه وتقول انه يي هيدا جاييني من محل انه هولي اجانب وعم يعطوني حليب, اكيد احسن اكيد احسن, فبتصير هي عم تاخذ الحليب. ولانه اثبتت الدراسات, يعني اذا فيني اقول لك انه نسبه الوفاه ممكن تعلى 6 مرات اكثر وقت اللي بيصير في توزيع لحليب, ما رح اقول حليب لانه منه حليب, هو اغذيه مصنعه للأطفال. يعني بس فكري فيها انه انت عم تعرضي حياه الاطفال للخطر. هيدي دونك هيدي ليش. اوكي هلا طيب شو بنعمل وهل فيها كل امراه فيها ترضع. نسبه الامهات اللي ما بيقدروا يرضعوا هي كثير كثير ضئيله, يعني مش اكثر من 2 أو 1%. بس حتى للاسف بحالات الضغط النفسي الشديد. نعم. لانه بيفكروا انه اذا طبعا الام بحاله ضغط نفسي كثير عاطل ما بتقدر تعطي حليب, وهذا بنعرف انه مش بالضروره هيدا مفهوم خاطئ. يعني خلينا نحن كلنا نتصلح بهالمعلومات لانه عن جد بنكون عم نحمي الام وعم نحمي الطفل. هيدا مفهوم خاطئ لانه فيزيولوجيا الجسم يعني وقت اللي بيعمل حليب, معليه اذا فتنا شوي بالسياسه التفاصيل, انه في 2 هرمون عاده بيشتغلوا لحتى يعملوا الحليب. هرمون بتعمل الحليب اللي هي برولاكتين, وهرمون بتطلع الحليب بصير في ادرار للحليب. هلا هي اللي هي الاوكسيتوسين بنسميها اللي هي هرمون الحب والحنان. اوكي يلي بتطلع وقت اللي بيكون في حب وحنان, من هيك بيقولوا لك انه حطي صوره طفلك قدامك وقت تكون عم تسحب الحليب. عرفتي؟ فالفكره هي انه وقت اللي بيصير في ضغط نفسي البرولاكتين ما بتاثر ابدا, يعني وقت اللي حليب بده ينعمل الفبركه تبع الحليب يتصنع ما بيتاثر ابدا. اللي ممكن يتاثر هو ادرار الحليب انه يظهر لبرا. فالطريقه اللي نحن لازم نعملها هي انه نحط الطفل على الصدر لحتى نحفز الصدر انه يطلع يدر الحليب, لانه الحلمه على الحلمه في مثل ريسبتورز ما بعرف شو الريسبتورز يلي بخلوا هالاوكسيتوسين انه يطلع, وبس تيحط الطفل تمه على الحلمه ويبلش يمصمص مزبوط بيطلع الحليب. فالمهم انه نحن نامن للام بيئه يلي بتخليها انه على القليله تقدر تحط طفلها على صدرها. الشيء اللي بيسهل هو انه تحطه سكن تو سكن, الجلده على الجلده, وهو ياخذ الصدر. طيب ليندا هلا كمان السؤال, انا عم برجع دائما على موضوع اللاجئين. نعم. بالمخيمات الاوضاع مش متوفره دائما لتكون الام مرتاحه بعمليه الرضاعه, وبنفس الوقت في عندك حاله الامهات يلي وقفوا الرضاعه لسبب من الاسباب خلال تنقلاتهم ومن بلد لاخر. وهل ممكن انه نرجع نكمل او نبلش من جديد عمليه الرضاعه؟ صح. هلا نحن عم نعمل تدريب, يعني كاي او سي عم نعمل تدريب للعاملين الصحيين, لانه في كثير كمان يعني بس حتى نساعد كمان العاملين الصحيين تيامنوا الرعايه للامهات كرمال هالموضوع هيدا. البروتوكول هو انه وقت اللي بتجي ام وبتطلب حليب تقول انا ما عندي حليب او ما عم ردع الى اخره. شو هو البروتوكول؟ البروتوكول هو انه العامل الصحي يعمل تقييم لهالام. اول شيء اذا هي عم تردع وعم تعطي اغذيه مصنعه, الريكومنديشن هي انه ما تنعطى حليب مصنع ولكن تساعد لحتى الحليب يزيد وهي تصير عم تردع حصريا. واكيد يعني ما عندها مشكله لانه كله عرض وطلب. كل ما الطفل انحط
على صدر امه كل ما الحليب صار في اضرار للحليب. هلا في حال الام منا عم بترضع ابدا بتنسال هل هي رضعت اطفالها اللي قبل؟ اذا رضعت اطفالها اللي قبل فاذا في شانس اكثر انه كمان ترجع ترضع، كمان ترجع تساعد لحتى ينعمل اعاده اضرار للحليب. اذا وقفت صار لها ما بعرف قديش فتره كمان تساعد لحتى ما بتنعطى الحليب الا يعني الحاله الوحيده مضبوط دونك بتساعد لحتى ينعمل اضرار للحليب. واذا ما مشى الحال انه ينعمل اضرار للحليب ساعتها يعني بينسالوا اللي حواليها، في كثير نسوان بيقدروا يرضعوا كمان يعني في خالاته عماته الى اخره حتى الجاره حتى الست يعني ممكن انه بنشوف اذا في حدا ممكن يرضع هالطفل لانه بنرجع بنتذكر انه نكون عم نخلص له حياته. اكيد احسن الحليب اللي عم بيوزعوا ان شاء الله ما عم يوزعوا هلا نحن فليز ما حدا يوزع بحال مجد لازم نفسر لهم كيف يستعملوا لانه بالنهايه صح. بحال الام مع العامل الصحي تم التقييم وطلع انه ما في مجال ولازم تنعطى الحليب المصنع ساعتها بتنعطى الحليب، بنشتري الحليب ما بنوزعه ببلاش بنشتري للحليب لحتى ما نخالف القانون بنشتري للحليب وبنعطيها اياه على فتره لحد ما يصير الطفل عمره 6 شهور وبنعمل لها تدريب لكيفيه تحضير الحليب بطريقه سليمه ومنأمن لها المي وبنتاكد ونروح لعندها ونتأكد ان هي عم بتحضر الحليب بطريقة مضبوطة لانه حتى نخفف قد ما فينا من خطر الحليب المصنع. صحيح. واهم شيء نقول ليندا انه نحن اكثر شيء بنخاف انه هالالتهابات او هل عدم سلامة الحليب عم بيودي لاسهالات، الاسهالات عم بتأدي لوفيات عند هالاطفال لانه هالامراض ما بيقدر يقاومها الطفل الرضيع. وانا لان خايف يدهمنا الوقت بديك تقولي لي عن الأطعمة أو التغذية التكميلية، يعني نحن عندنا طفل فوق 6 شهور تحت السنتين، شو فينا نطعميه بغياب الرضاعة؟ نعم. هلا بنرجع كمان لتوصيات او مع الرضاعه يعني انه حتى لو عم بتطلع فوق 6 شهور بس تنرجع على توصيات منظمه الصحه العالميه اوكي توصيات منظمه الصحه العالميه واللي هي كمان وزاره الصحه نحن بنشتغل مع البرنامج الوطني ومع الاي يو بي يعني هلا ما بدي كمان في حدا اللي بتقول انه الرضاعه الحصريه لست شهور ومن بعد 6 شهور لحديت السنتين او اكثر لازم نكمل الرضاعة بتبلش التغذية التكميلية. هلأ كمان بحالة الطوارئ كتير كتير مهم انه التغذية التكميلية تكون مناسبة لعمر الطفل سليم. تكون سليمة وتكون متنوعة. هلأ هالفترة الرضاعة كتير مهمة لانه عم نأمن أطعمة يعني عم نفوت عم نعرض الطفل لا contamination سو من هيك الرضاعة كتير مهم انه تكمل حتى نضل عم نحمي الطفل. مزبوط حتى نضل عم نحمي الطفل ونأمن الأغذية يلي هي هلأ عم بتكمل الحليب يلي فيه بقلبها الحديد والأغذية الثانية. فهون بنحكي عن يعني مثل حيلا أطعمة مثل ما كل عائلة بتحكي كل عائلة بتاكل يعني خضار فواكه مزبوط. هلأ للأسف بحالات اللاجئين يعني في كتير أوقات يمكن ما يكون منه متوفر خضار فمن التازم. هيك مزبوط من هيك نحن بدنا نكون شوي كرياتيف بالطريقة يلي عم طعمي الطفل لحتى بنكون عم ننوع بالالوان يلي هي انا بنكون عم ننوع بالاغذيه وعم ننوع بنوعيه الاكل. وبهيك حالات طبعا ليندا بدنا نتكل انه على المساعدات الماديه لحتى الام تروح تشتري الاغراض لانه عاده اذا بتتكلي بس على اعانات الاطعمه يمكن ما يكون فيها الخضار والفاكهه الطازه، ممكن يكون فيها اكثر المواد الناشفه والمعلبات اللي هي منا ما بتنعطى للاطفال. مزبوط. هلا من هيك بالمنظمه اليونيسف واللي هي تعنى بتغذيه الرضع وصغار الاطفال بتعطي اولويه للعيال اللي في بقلبها اطفال اقل من سنتين لحتى تتاكد انه هالاطفال هيدول عم يستلموا او عم يكون عندهم متوفر الاغذيه التكميليه.
بعد شغلة واحدة بس. اوكي بس بالنسبة للتوزيعات الحصص بس يعني بما انه هلا عم يصير في تبرعات وهيك بس انه ما يكون في توزيع لحليب مصنع ومو بس حليب مصنع اي حليب يعني بحسب السياسة الوطنية يلي هي يعني تم يعني طلعت ب 2012 من قبل الوزارات ممنوع ينحط حليب اي نوع حليب بالحصص الغذائية حتى طبعا الكبار حتى ما نفوت بخطر انه هالام تعطي الحليب للاطفال الصغار. ليندا شكرا لك يعطيكم الف عافيه ونحن دائما هون موجودين لاي رسائل بتحب توجهيها. شكرا انا كمان بدوري رح اتشكرك وتشكرك لك كمان كارلا. رح نتوقف مع فاصل اعلاني بس كمان لكم انه نحن كمان بدورنا بعالم الصباح عم ندعم كمان حمله نظمتها ونظموها تجمع من القلب بالتعاون مع يو ان اتش سي ار وكمان بالتنسيق مع مجموعة شبابية اسمها سوا لأجل سوريا. كمان في أرقام عم تقطع على الشاشة أو رقم 1210 وكمان رقم حساب لكل الأشخاص اللي عابلون يتبرعوا ليقدموا لهم إذا بدكم اللوازم الأساسية الصحية. متوقف مع فاصل إعلاني ومن بعدها من الكافي عالم الصباح وخصوص الجمال.